هؤلاء الشهداء الذين نودعهم هنا في المنطقة الحدودية في الجنوب، وودعنا في بيروت ونودع الآن في البقاع، استشهدوا على الخطوط الأمامية في مواجهة العدو الإسرائيلي، في مواجهة تختلف عن مواجهات أخرى لا يمكن أن نقيس هذه الحرب التي تجري على الحدود الجنوبية، هذه المعركة التي تجري على الحدود الجنوبية لا يمكن أن نقيسها بأي مواجهة خضناها في السابق. هي من نوع جديد، لها آلياتها، لها معاييرها، لها طرقها، لها أسلحتها، لها انتشارها على طول هذه الجبهة. هؤلاء المقاومون، هؤلاء الشهداء يقاتلون من نقطة صفر أحيانا في وجه عدو يمتلك أعتى الأسلحة المعززة اليوم أمريكيا في الجو وفي البر، ومع ذلك المبادرة في يد المقاومة. المقاومون يمتلكون المبادرة اليوم، هم يوجهون صواريخهم، يوجهون قذائفهم إلى مواقع العدو، إلى آليات العدو من مناطق مفتوحة، يحمون بدمهم المدنيين، لا يقاتلون هؤلاء لا من مناطق مأهولة لا من مناطق مدنية، على جبهة عريضة في خطوط ينتشرون فيها بكل جرأة بكل بسالة.